زين. بالبداية راح ناخذ introduction عن النورمال ليبر. زين، شنو definition مال النورمال ليبر؟ شنو تعريفه؟ هو عبارة عن سنترونج ريجولار بينفول كونتراكشن تنتج عنها بروجريسيف سيرفايكال تشينج، يعني تجي عندها تقلصات كلش قوية. هاي التقلصات تؤدي إلى شنو؟ بروجريسيف سيرفايكال تشينج. شنو أقصد التشينج؟ يعني سيرفايكال دايليتيشن، تمام؟ يعني تبدي 2 سي ام لحد ما توصل 10، اوكي، اللي هو شو اسمه الايديال. اوكي، عندنا ثلاث شغلات او 3 elements هي مسؤوله عن الليبر، تمام؟ يعني ثلاث شغلات اللي هنا مسؤوله عن الليبر. اول بدايه الباور، اثنين الباسج والباسنجر، اللي هي اختصار 3 بي، تمام؟ اللي هي في الصوره جمالتها. زين، شنو ذن الثلاثة باور اللي تعتمد عليهم الليبر؟ اوكي، زين، شنو هن؟ أول بداية الباور فريكونسي يكون 3 إلى 5 تقلصات في 10 دقائق. هاي من كي هن من أتل. زين، الديوريشن يعني كل تقلص ايش قد شنو يطول؟ 60 إلى 90 ثانية. اوكي، 60 إلى 90 ثانية. هذا أقول لك شلون 60، هو ال 30 ال 45 مال كل واحدة حتى تكون يعني. شوف، اكو مصدر يقول 30 الى 45، تمام؟ واكو مصدر يقول من 60 الى 90. بس الفرق كلش كبير يعني، يعني مو متقارب بيناتهم يعني تقريبا، بس هو مصدر هيك يقول ومصدر هيك يقول. المهم هو اكثر من 45 60 90. تمام. زين، هسه هاي بالنسبه للباور. باور شنو هسه اخذنا بيها؟ الباور انه تكون الفريكونسي مالتها 3 إلى 5 تقلصات كل 10 دقائق، وكل تقلص ايش قد؟ يعني 60 الى 90 ثانيه. زين، هذا ممكن يجينا بالاب نورمال. شلون يجينا بالاب نورمال؟ هسه راح ناخذ موضوع الاب نورمال. شلون يجي بالاب نورمال؟ ممكن يقول تو كونتراكشن ب 10 دقائق، هذا نورمال ولا اب نورمال؟ يعني abnormal هذا. abnormal. وإذا كانت أقل من 30 أو أقل من 45 هذا أيضا abnormal، تمام؟ إيه مو efficient. إيه تمام. فهنا ندقنز إنه نقول هذا normal أو abnormal، أوكي؟ وكل وحدة management مالتها. إحنا هنا دا نحكي على يعني حامل يعني مكملة شو اسمه مالتها يعني term وما عندها تقلصات. لا هسه هاي مال إيه، لا هاي تنطب بالكيرف، هي يعني ليبر، هي ليبر اصلا. نريد يعني نسوي لها ليبر بس هي ما عندها تقلصات. هاي اب نورمال، هسه احنا نحكي نورمال. اي هي هاي تصير اب نورمال. اي تمام ماشي، راح اكمل 10 دقائق. يعني هي وصلت بتريد انه يصير ليبر ودي يصير فيلر. اي تمام. راح نجي الموضوع. هسه الباور هي قوة الدفع مالتها، الكونتراكشن والزمن مالته. الباسج، الباسج شنو معنى الباسج؟ الباسج هو البلفس، تمام؟ هو البلفس. مرات يكون البلفس ايش بيه؟ يكون الشكل مالته يعني ابنورمال، اوكي؟ اللي هو اناتومي فاريشن، اوكي؟ او مرات اكو خلل بالفجانال كانال، يعني هي الفجانال كانال بيها فد فايبرويد ما يطلع، تمام؟ اكو فايبرويد كبير، اكو البلبس صغير، تمام؟ سي بي دي، تمام؟ لان كلهم شنو؟ ياثرن عليه من؟ ياثرن على يعني الباسج مال الليبر، اوكي؟ مثلا اذا طلع ابنورمال، يعني الابنورمال اناتومي اوف ذا بلبس راح يحشر، مو صح؟ يو يا كمل كمل. زين، راح يحشر اذا يعني مو يعني بي اناتومي فاريشن. زين، اما الفيجينال كانال فاذا اكو شيء دا يسد مثلا كانسر فايبرويد موجود، فهذا كله يسد يعني يعيق عمليه الليبر، اوكي؟ فاذا هنا 3 بي. اول واحد هو التقلص الطبيعي، الثاني هو الباسج، يعني الباسج هو البلفس مال الماتيرنال، اوكي؟ زين، الباسنجر اللي هو يعتمد على الطفل. زين، شنو هن الشغلات اللي ما يخلين الطفل يطلع؟ يعني الباور زينه، الباسج ما بي شيء،
وصلنا للباسنجر، ممكن السبب بيه شنو السبب؟ إذا كان كبير مثلا يعني كلش ماكروسوميا. ماكروسوميا كونجنيتال انوملي البوزيشن مالته تمام، مثلا اوكسيبت بوستيريا بوزيشن مالته غلط، اللاي ممكن يجي ترانسفيرس اوكي، زين شنو بعد؟ البرزنتيشن ممكن يجي بريتش اوكي، ممكن برو، زين ذن كلهن شو يسوون؟ ذن كلهن هن انديكيشن لسيزيريا، يعني مو اب نورمال ليبر، واضح؟ زين واضح زين جديدك. زين مو اب نورمال ليبر، زين هسه ثلاث خطوات هن ذني اللي يعتمد عليهن الليبر، شنو هن الباور والباسج والباسنجر اوكي؟ اي خلل بيصير بين الثلاثه ايش تتحول؟ تتحول اب نورمال تمام؟ تمام. واضح؟ واضح؟ هسه اكو هنا انا مثلا تبين لي انه هذا البيلد كلت اوكي؟ انتيريو بوستيريور دايمتر اللي هو هذا من انتيريور للبوستيريور ايش قد الدايمتر مالته؟ 11 سي ام تمام؟ زين هذا بالبيلد كلت. إذا كان برو البرو 13 سنتيم فهل يقدر يعبر؟ البرو يقدر يعبر؟ إذا هو كان 13 سنتيم يقدر لو ما يقدر؟ ما يعني ما أدري. ما يقدر ما يعبر، لذلك البرو هو indication for cesarean section تمام؟ بالمال شو اسمه مال الممبرين؟ إيه إحنا إيش قلنا؟ قلنا انه الطفل هو شنو الباسنجر، الخلل بالباسنجر هنا أنا قلنا البوزيشن والبرزنتيشن واللاي والسايز، اذا هو أي الطفل اذا هو اصلا الانتيريو بوستيريور دايمتر 11 سنتيم تمام، والطفل الطفل من يجي برو ايش قد 13 سنتيم ها اوكي، يعني هو اكبر من الهاي مال بلفيك الانلت فما يقدر يعبر. تمام، فما يقدر اوكي يعبر، تمام ما يقدر يعبر اوكي، اللي هي 11 ما يقدر يعبر زين، اوكي فبالتالي هاي يعني تحتاج اسمه، وكذلك البريتش تمام. اما الفيس فهو 9.5 يعبر لو ما يعبر؟ يعبر. يعبر الفيس، فكان بي ديليفر بجانب ديليفري اوكي، على عكس البرو زين. تمام. هسه خلينا ناخذ ذني على الصور، هذني هاي يسموها ميكانيزم اوف ليبر، يعني شلون الطفل ده يطلع نورمالي تمام. اوكي. زين اول بدايه انجيجمنت، هو مجرد الراس يطلع يصير بي انجيج تمام، انا من اسوي الاكزامينيشن يصير بي انجيج ريبريزنتنج بار، زين وراها يصير ديسنت ينزل اوكي، هذني طبعا هذني الخطوات متسلسله تمام، يعني هذني خطوات متسلسله، اوكي الطفل اول ما يجي يصير بي انجيج، ورا الانجيج يصير ديسمنت او ديسنت ينزل زين، وراها الطفل شو يسوي؟ يسوي فلكشن تمام، الراس مالته يصير بي شنو؟ فلكشن زين، لهنا نورمال النوب شنو على مود يطلع شو يسوي؟ يفر روحه يصير انترنال روتيشن، شوف هنا كان، شوف هنا كان يفر روحه زين، فر روحه يعني هو شنو هو ديسنت اصلا يعني عبرناها ديسنت، فشو يسوي؟ يسوي اكستنشن يعني الراس مالته يدفع عليه بهذا الاتجاه، شوف هو ايش كان اتجاه فوق مالته اللي جوا، فيدفع اتجاه اللي فوق ليش؟ على مود يطلع، على مود انه بقيه البادي مالته يصير بي ايزي تمام، يطلع بسهوله اوكي. وراها شو يسوي؟ يفر روحه خارجيا اكسترنال روتيشن، شلون واحد دي يخلص نفسه من فد حبل او من فد حفره هو عالق فيها تمام، يفر نفسه، شوفوا ايش كان انترنال روتيشن، بعدين من يريد يطلع يفر الجزء الثاني يصير اكسترنال روتيشن تمام، اخر شيء اكسبلوشن طلع الطفل اوكي. بس هذول هنا الخطوات ملاته انجيجمنت وديسين فريكشن انترنال روتيشن نوبك اكستنشن نوبك اكسترنال روتيشن اخر شيء اكسبلوشن، واضح؟ تمام عشتيدك. هاي طبعا هاي الميكانيزم مشروحه بمحاضره كامله عندنا بس الحكايه اوكي. زين هنا اكو فيتال بوزيشن اللي هو يعني راح ناخذها بمحاضرات منفصله، فيتال بوزيشن
اكو رايت اوكسيبت انتيريور، هذا نورمال اللي يطلع، اكو ليفت تمام، واكو رايت اوكسيبت هذا يعني مو كلش يطلع، وهذا ترانسفيرس، وهذا البوستيريور هو اصلا ما يطلع، يعني البوستيريور يعني يصير بي ديستورشن ما يطلع. اوكي هذا البوستيريور، دائما الانتيريور يعني زين يطلع الانتيريور رايت والليفت، اوكي يعني نقدر نطلع فيجينالي، اما هذا فيحشر البوستيريور تمام. تمام. زين اكو بعض المصطلحات هسه حكيتهم وراح نعيدهم. اكو فريكسون ريفلكس، فريكسون ريفلكس هو عباره عن شنو؟ عن اليوتراين يصير بي كونتراكشن، واضح؟ فمن يصير كونتراكشن باليوتراين راح ينطي اعاز للهايبوثالاموس، يعني اليوتراين ايش بي كونتراكشن؟ ينطي اعاز لوين؟ للهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس ايش ينطينا؟ ينطينا اوكسيتوسين، واضح؟ اوكي عم تسوي دايتيشن. الاوكسيتوسين شنو وظيفته؟ وظيفته انه يسوي لنا مور كونتراكشن، تمام؟ مور كونتراكشن، فبالتالي صار عندي كونتراكشن. يعني بالبدايه اليوتراين ايش بي؟ تقلص، اوكي من تقلص وين راح؟ قال اني هذا التقلص مين يكفيني، اريد بعد اوكسيتوسين، راح للهايبوثالاموس قال يابا اريد بعد، فانطته الاوكسيتوسين، فبالتالي صار مور يوتراين كونتراكشن، وبالتالي صار ليبر. اوكي تمام. اكو بريكيوستيسيس، بريكيوستيسيس من اسمها، بريكيو معناها شنو؟ تقليل، تمام؟ فالمصر يصير بها كونتراكشن شورت، تمام؟ فبالتالي ما راح يصير اكو كونتراكشن هواي، وبالتالي شو يصير؟ البوش يصير ضعيف، يعني بعد ما تدفع الكونتراكشن يصير ضعيفه، تمام؟ هذا مجرد مصطلح بريكيوستيسيس. اوكي فهذا المصطلح عكس شنو؟ عكس النورمال. ليش؟ يعني النورمال البروجريس يكون نورمال، يعني الكونتراكشن مالته زين، فاذا قل الكونتراكشن شو نسميه؟ هذا اللي بريكيو. بريكستيسيس. زين اكو مصطلح تمام. يسمى اللاي، اللاي هو الريليشن اوف ذا فيتال لونجيتودينال، يعني نشوف الطفل لونجيتودينال لو ترانسفيرس، يعني بهذا الاتجاه لو ترانسفيرس شو صاير. اوكي زين هذا اللي شو اسمه اللاي مال الطفل. زين البوزيشن مالته شنو؟ البوزيشن مالته هو عباره عن فيتال بريزنتنج بارت، الفيتال بريزنتنج بارت ريليتيف تو ماتيرنال بيلفس، يعني البريزنتنج بارت هو منه اول شيء يطلع من الطفل الهيد، مو صح؟ ايه تمام. نشوف الهيد بالنسبه لمن؟ الى البلفس، نشوفه انتيريور لو بوستيريور. النورمالي هو ليفت اوكسيبت انتيريور، شوف هسه مثل هنا هذا نورمالي ليفت اوكسيبت انتيريور، هو الطفل هذا شلون هو البوزيشن شنو تعريفه؟ هو البريزنتنج بارت مقابل شنو؟ البلفس، فده نشوفه هو ليفت اوكسيبت انتيريور، يعني ده يطلع بصوره نورمال. زين هذا ليفت اوكسيبت ترانسفيرس، هذا اب نورمال. زين واكو ليفت اوكسيد بوستيريور، هذا ايضا اب نورمال، ف اذا طلع وحده من ذني تتحول من النورمال ليبر الى شنو؟ اب نورمال. اب نورمال ليبر، تمام. هذا البوزيشن. زين عرفنا اللاي، عرفنا البوزيشن، نجي للبرزنتيشن. شنو هو البرزنتيشن؟ هو ريبرزنتنج بارت، شنو نازل من الطفل، نازل راسه، شو نسميه؟ سيفاليك، تمام. السيفاليك ايضا بثلاثه، بفيرتكس اللي هو على راسه طبيعي، وببرو وبفيس، تمام. زين او اكو نوع ثاني اللي هو البريتش، البريتش هو شنو؟ بفرانك وكومبليت وانكومبليت، تمام. البريتش معناه انه نازل على المقعد. اوكي زين بريتش نازل على المقعد مالته، يعني مو راس البريتش، اوكي ايه تمام المقعد. زين تمام نشوف يمكن اكو هنا صوره، هسه شوي نشوف الصوره. زين الاتيتيود، الاتيتيود هو عباره عن البوزيشن مال الطفل، البوستشر العفو، يعني هل هو فليكس لو اكستنشن. هنا شوف هنا هسه مثلا وين هنا مثلا هذا شنو؟ هذا اكستنشن وهذا الطفل فليكشن، تمام. زين هذا يسموه الاتيتيود، يعني يا اما اكستنشن لي ورا راسه يا اما الفلكشن. الفلكشن شلون يصير؟ انه الحنش ما في يطخ بصدره،
بس جربوها، خلي الحنش مالتكم وتحطوا صدركم شوفوا شلون بتصير، تمام؟ اه اما الاكستنشن فهو يدفع راسه لورا كانما ينام، هذا هو الاتيتيود. زين، هذا هو تمام الاتيتيود. زين، لان المصطلحات صارت واضحه، اللي هو اللاي والبوزيشن والريبرزنتيشن والاتيتيود. اوكي، لحد الان ما عندنا مشكله، كل واضحه. لا عشت ايدك اذا كان الاتيتيود فولي اكستنشن، نورمال او اب نورمال، فولي اكستنشن، النورمال هو فولي فليكس، يعني الحنج مالته طاخ بصدر، تمام؟ الاب نورمال، الاب نورمال هو شنو؟ فولي اكستنشن، تمام؟ اوكي زين، هسه نيجي بعد انجيجمنت. شو معنى انجيجمنت؟ يعني اخذناها انه قلت راسه نازل او هيك شيء اي زين، انجيجمنت شلون نعرفه انجيجمنت؟ تمام؟ اكو يسموها رول اوف ذا فيفث، تمام؟ اللي يعني اللي نقسم الراس 5 اجزاء، تمام؟ 5 اجزاء، كل جزء ينزل احنا على مود يصير انجيجمنت لازم اكثر من 3 اثلاث، يعني ثلثين مو انجيجمنت، 3 اثلاث من الراس شنو؟ انجيج، تمام؟ لحظة، إذا 3 أثلاث يعني هو 3 يعني كله لا شوف، هو 5، احنا نقسمه خمس، يعني 3 من الـ5. اي يعني 3 من الـ5 شنو؟ أوكي هذا ناس، انجيج. أوكي تمام واذا 2 هذا مو انجيج. أوكي زين، البقيه اللي ويانا دي يسمعون. إيه شباب، إذا تسمعون كتبولي. زين، إيه واضح واضح. تمام، اوكي. هسه نيجي احنا النوب، اكو في التقسيم ثاني يعتمد على الاسكيال سباين. هاي هي شنو هاي؟ هاي الاسكيال سباين، تمام؟ الاسكيال سباين اذا كان الطفل على الاسكيال سباين هذا يسموه زيرو ستيشن، اوكي هاي انجيجمنت. هاي بدايه الانجيجمنت، تمام؟ اوكي زيرو تمام ستيشن. زين، فوقها بالماينس، يعني فوقها وين؟ بعد بالابدومين، تمام؟ فوقها ها بعد، يعني نوت انجيج، اوكي بعد بالابدومين. زين، ينزل جواها بالبلس 1 بلس 2، خلاص صار انجيج، بس يصير بلس 1 انجيج، تمام؟ اوكي يعني 0 موجب هو engagement، اذا بالسالب مو engagement. تمام، هو ممكن يجي بالكيسات حتى بالاسئله يقول لك الطفل بالزيرو ستيشن، بالزيرو هذا ستيشن engagement، هذا اول شيء بادي. هذا استوى، بدا استوى، اوكي بدا استوى، اوكي يريد يصير انجيج، تمام؟ زين، تمام هذا هسه الانجيجمنت عرفناه انه بالاسكيال سباين ده يكون شنو؟ يكون زيرو ستيشن. اوكي، اكو مصطلحات مولدينج. مولدينج معناه الطفل ينحص راسه، تمام؟ فمن يعني مو كلش مهمات بقد ما انه عرفنا اهم شيء بالمصطلحات اللي هو لاي وبوزيشن برزنتيشن واتيتيود انجيجمنت. هسه لحد الان واضحات؟ واضحة عشت إيدك، اوكي، واضحة عشت إيدك. تمام. هسه انطب الستيج اوف ليبر، اخذنا مقدمه اليمن على الليبر، مقدمه. هسه احنا قلنا النورمال النورمال ليبر، قلنا 3 بي يطبقن، يلا احنا نعرفها نورمال او اب نورمال. شنو هنا الـ3 بي؟ الباور والباسنجر والش اسمه 3 بي. الباسج والباسج، اي وحده يصير بها خلل هذا تتحول اب نورمال ليبر، تمام؟ اوكي من اخذ الاب نورمال ليبر هم راح نقسم هيك، راح نبدي بالباور نشوف شنو اسباب ما يصير عندها باور، ما يصير عندها كونتراكشن، راح نجي نشوف شنو اسباب الباسنجر اب نورمال، ونعرف شنو يعني تقريبا نفس الانتيتي مال النورمال راح ناخذها بالاب نورمال، تمام؟ تمام هسه راح نجي الستيجات، هاي الستيجات كلش مهمه. اوكي، اول ستيج اللي هو فيرست ستيج. زين، الفيرست ستيج بي ليتنت وبي اكتف، يعني بدت ليبر الليتنت، الليتنت الافكتمنت والدايلتيشن هو 3 الى 4 سنتي، يعني من تجينا
هي بعدها 3 إلى 4 سنتيم، شنو أقول عليها؟ أقول عليها first stage latent. اوكي تمام؟ زين. صارت active. شنو معنى الأكتف؟ الأكتف هو fully dilatation، يعني يصير 10 سنتيم. تمام؟ اوكي اوكي هسه الـ first stage ما بيها شيء. latent 3 إلى 4 سنتيم. not شنو؟ not fully dilatation، يعني ما أقدر أطلع طفل. زين. صارت fully dilatation، إيش تتحول؟ second شنو؟ قصدك first active. first active، إيه خلاص الـ first active، شنو يجي وراه؟ fully dilatation هو fully dilatation تبدي قبل second stage. اوكي. تمام؟ شوف هنا قال انه from complete cervical dilatation to delivery to baby، يعني خلص انه وصلت شنو؟ وصلت delivery. يعني أوكي. يعني مجرد خلص الاكتف ستيج ما لحق على السكند ستيج، فشنو يصير؟ يصير انه fully dilatation. تمام؟ تمام. الاكتف ستيج تطول يعني 5 ساعات. يعني هاي الاكتف ستيج. تمام؟ اللي هي بالأولى الأولى first stage على مود يصير active تطول 5 ساعات إلى 8. تمام؟ أي أوكي بالبداية. زين. second stage بالنونباراس يعني برايمي تطول ايش قد؟ تطول ساعتين. زين. بالمالتيبل تطول ساعة. أوكي تمام؟ زين. هسه الأكتيف 5 ساعات إلى 8 ساعات حسب البرايمي وحسب كم مرة جايبة. السكند ستيج ساعتين وين وساعة وين؟ ساعتين بالبرايمي وساعة بالمالتي. عافية. زين. هاي وصلنا شنو؟ البيبي طلع. ديليفري بيبي. السكند ستيج. ثيرد ستيج. الثيرد ستيج يطول أقل من نص ساعة. الثيرد ستيج هو شنو؟ هو نجيب البلاسنتا، نطلع البلاسنتا خلص انه كملنا بالسكند ستيج، كملت الطفل طلعته، فش بقى عندي؟ بقى البلاسنتا. زين؟ بقى البلاسنتا. اوكي؟ ايش قد الفتره مالتها؟ نص ساعه. نص ساعه، اوكي؟ اي خلل بدل التواقيت تتحول شنو؟ ابنورمال. برولونج ليبر، يعني ابنورمال. تمام؟ اوكي. اذن التواقيت مهمه. اوكي. تمام. What are the criteria of normal labor؟ هاي جدا مهمة، نقدر من خلالها نعرف هاي يعني الملخص مال الفوق كله. زين. أول شيء شنو؟ spontaneous single، يعني spontaneous شنو؟ إنه الطفل طلع وحده بدون أي مساعدة، يعني ventus forceps. تمام؟ single ندري هسه أول بداية spontaneous. 2 single. 3 ألايف، يعني عدل. زين. أوكي. الفترة مالته من 37 إلى 41 ويك، ولازم سيفاليك فيرتكس إذا كان بريتش غلط وإذا كان برو غلط، يعني يصير اب نورمال. تمام؟ لازم نركز على ذني المصطلحات. هسه صار ايش قد؟ 4 عندنا. زين. ثرو ذا فيجاينا، يعني مو سيزيريان. أوكي، هواي أريد أسألك عليها هسه. إي. سيزيريان هاي اب نورمال. طبعاً اب نورمال. أوكي. without intervention، يعني شنو؟ ماكو اي intervention لا forceps ولا ventus. زين. fetal internal complication. تمام. زين. هسه شنو هن الكرايتيريا مال abnormal؟ اول شيء spontaneous passage يطلع وحده، single لازم، alive 37 اسبوع ل 41، cephalic vertex يكون ماكو complication ولا intervention. تمام. يعني التوين يعتبر abnormal؟ طبعا التوين، شوف هسه هنا التوين abnormal، الستيل بير في الديد بيبي abnormal، اللي تكون جوا ال 37 فوق ال 41 بوست تيرم اور بوست داي. تمام. السيفاليك بريتش والبريتش والبرو، يعني كلهم abnormal. تمام. وضحت وضحت. تمام. هاي الكرايتيريا حفظ خلاص، ما عدا هاي الكرايتيريا كلها اب نورمال. تمام. هسه تقريبا احنا شنو افتهمنا؟ كل الاستيجات، مو صح؟ اي زين، افتهمنا كل الاستيجات. بعد عندنا شيء ما واضح؟ لا لا
نطب المانجمنت مال نورمال ليبر. رجو راح ناخذ بعد شويه مانجمنت اب نورمال ليبر. اوكي هسه هنا مانجمنت اوف ليبر هو عادي ناخذ اول شيء هيستوري وشوف ايش قد الكونتراكشن مالته، يعني نفس الشيء انا عارفه بنقول ايش قد الكونتراكشن مالتك، ايش وقت بدا، طق مي الراس، عندك بليدنج، عندك ديسشارج، فيتال موفمنت، تمام؟ ونسوي لها اكزامينيشن وفيتال اسسمنت سي تي جي، تمام؟ ونعطيها انرجيسيا. يعني روتيني. اوكي؟ روتيني. ذني نسويهن بالفيرست ستيج هي نسويها على البارتوجرام. يعني الفيرست ستيج هي نسجلها على البارتوجرام. تمام؟ تمام. هسه نجي المن مانجمنت كل ستيج. واضح؟ المانجمنت كل ستيج، احنا الستيج الاولى ما عندنا بيها فد شيء، شنو اللي يصير بالستيج الاولى؟ بس دايليتيشن. تمام؟ اي اي فمجرد انه نسوي لها اكزامينيشن خاف هذا الشيء اب نورمال. وراها انه نبقيها تمام؟ نبقيها اسسمنت. يعني شنو اسسمنت؟ يعني نشوف البروجريسيف مالتها، يعني هي مو تجي 3 4 النوب تصير 6 مثلا، النوب 8 النوب 10، نتابعها خلال هالفتره. هاي هي من اخوان صوتي راح له صوتر هسه رجع. ايه زين احنا قلنا الستيج الاولى ما نسوي اي شيء، شو يصير بالستيج الاولى؟ نسوي اكزامينيشن قلت بس مو الستيج الاولى يصير عندنا بس دايليتيشن مو صح؟ ايه زين خلال هذا الدايليتيشن يبدي مثلا 4 6 8 10 تمام؟ 10 ايه نتابعها خلال هاي الفتره، خاف مثلا على 6 وتوقف، خاف على 4 وتوقف، تمام؟ تتابع بس البروجرس مالته. لازم فول مو صح؟ لازم فول دايليتيشن، تمام؟ اوكي. فاحنا خلال ما تصير فولي فلازم نتابعها، فهاي المانجمنت مالتنا بس شنو؟ بس اوبزرفيشن. اوكي. ما عندنا فيه تدخل، تمام؟ تمام. السكند ستيج صارت هي فول دايليتيشن، خلاص. النوب شنو؟ رد الطفل يطلع، احنا بالسكند ستيج ايش قلنا؟ للدليفري. دليفري. فاحنا انكورج ذا ماذر بوش، يعني نقول للام نشجعها على ما تدفع تطلعها، هي اوريدي شنو؟ دايليتيشن خلصنا منها. شنو نقول لها؟ نقول لها يابا دفعي على مود يطلع الطفل. اوكي؟ هاي الخطوه الاولى بالسكند ستيج، هي بس مجرد انه نشجعها على مود تدفع الطفل طالع. تمام؟ ونحافظ الطفل شنو؟ لا هذا النقطة الثانية. زين بس مجرد نشجعها. اثنين الخطوة الثانية هو الكراوند اوكر، يعني شنو؟ يعني انه نساعد الام هاند اون ابروتش، يعني ندفع وياها بالبرينيوم نساعدها بايدنا. تمام؟ هاي من تتعب، من تتعب نساعدها بايدنا ندفعها على مود شنو؟ على مود نحافظ على الهيد فليكس. احنا قلنا بالبداية فوق اذا صار هيد اكستنشن شنو؟ abnormal. زين واذا extension abnormal اي هسه احنا نريد نحافظ عليه flexion، يعني نريد نحافظ عليه normally. اوكي على مود نحافظ على البرينيال تير ما يصير preventing، نمنع البرينيال تير. اوكي هسه نشجعها على مود تدفع، واذا ما قدرت تدفع hand on approach، يعني احنا نسويها برجل على البرينيال مو بالبطن. اوكي مو على البطن، على البرينيوم. تمام؟ أوكي. ونبقي الطفل على حاله الهيد فليكس، يعني ما نغير الاتيتيود مالته. زين. افتر هيد ديليفري، يعني احنا دفعناها اجى الراس بايدي. تمام؟ فيل ذا نيك، لازم اطب بايدي اتلمس النيك، خاف اكو كورد مكلب، على مود ما يصير كورد برولابس. تمام؟ اوكي. After spontaneous external rotation baby delivery، يعني من صار external rotation نرجع للخطوات، external rotation هي آخر خطوة قبل لا يطلع. صح؟
فاحنا الطفل من يصير اكسترنال روتيشن شنو راح يجي بيدنا منه البوستيرير شولدر، نطلع البوستيرير شولدر اوكي، ام شنو النوب ريست مع البودي، يعني من يطلع البوست اول شيء الهيد، النوب ورا الهيد شو يطلع؟ نيك نيك تمام. شفنا ما بيها كورد، ايش راح يطلع وراها نسحب؟ بوستيرير بوستيرير شولدر تمام، بوستيرير شولدر، ورا البوستيرير شولدر خلاص يجي بعد البودي بايدي. هاي كلها ستيج 2 احنا بنسوي ديورينج دليفري. اي ستيج 2 هذا كله احنا بنساعد الام تمام؟ اوكي. هاي نورمال ليبر. كلامب اند امبلايكال كورد كات اخر 30 ثانيه، يعني احنا الكورد نلفه ونقصه خلال 30 ثانيه ورا ما اجى بيدنا شنو؟ يعني طلع الطفل اوكي؟ اوكي. هسه شنو الملخص مالته اللي يقدر يعيده؟ اول شيء بالستيج الاول مانجمنت هو احنا بس نراقب الدايليتيشن من 4 لحد ما يصير 10 بس نراقب. الستيج الثاني هنا أنا اول شيء نخليها تدفع، خلي الام تدفع، وبعدين اذا قلت ما قدرت او صعب عليها او شيء احنا نساعدها، يعني نخلي الهاند اون ابورج بس على البرينيوم تمام. اوكي بعدين يبدا يطلع الجسم الهيد مال الطفل، قلنا اول شيء الهيد، بعدين نشوف النك اذا اكو عليها كورد او لا، بعدين البوستيرير شولدر. اوكي بوستيرير شولدر زين. اوكي اذا فشلت هاي يعني فيلر سكند ستيج يصير اب نورمال، يصير اب نورمال زين. هسه احنا كملنا يعني قصينا الكورد خلال 30 ثانيه زين، دخلت الثيرد ستيج يعني كملنا احنا، هسه احنا طفل طلعناه تمام، الثيرد ستيج ننطي 10 انترناشونال يونت اوكسيتوسين اي ام. ليش ننطي؟ ليش؟ على مود يرجع شنو اليوتراين يرجع السبيك كونتراكشن يرجع، يعني ما يصير يوتراين اتوني، اذا صار يوتراين اتوني شو يصير؟ يصير بوست بارتم هيموريج بي بي اتش. فاحنا بدنا نحكي عن نورمال هسه، يعني من اقول لك هو الاوكسيتوسين مو يسوي كونتراكشن يزيدها؟ اي انا كملت طلعت الطفل اريد يرجع كونتراكشن اليوتراين اريد يتقلص، انا بعد ما اريد اتوني. اوكي تمام تمام اصلا يعني كملنا الطفل طلعناه وديناه انه بنطل الام اوكسيتوسين ايرلي كورد كلامبينج، يعني ان نعقد الكورد، يعني لازم نقدر نعقد خلال 30 ثانيه زين. اقل ايه جينيتال كورد تراكشن نسحبه على كيفنا نطلعه ما، واخير شيء تشيك ذا بلاسنتا فروم اني ميسنج بارت، يعني ان شيء خاف اكو بلاسنتا باقيه. اوكي تمام، اذا اكو بلاسنتا باقيه هم يصير بي بي اتش تمام. تمام زين، احنا الطفل طلعناه بيا ستيج خلصنا بالستيج 2 ستيج 2 تمام، خلصنا بالستيج 2 زين. شلون نعرف انه البلاسنتا سيبريشن انفصلت طلعناها كلها؟ شلون نعرف الساين مال البلاسنتا؟ اول شيء لينثينج اوف ذا كورد، نطلع الكورد كله يعني يكون طويل تمام. فيجينال بليدنج سبوت، يعني شنو نقاط دم، يعني مو وايد يعني من نفس البلاسنتا يوقع اكو دم يجينا تمام. اوكي تمام. ريزنج اوف ذا يوترين فانتس ابوف ذا امبلايكال، نجيب الايدنا ونشوف اليوترس وين واصل تمام زين. فاليوترس يكون جلوبال جلوبيولا وفيرم. اوكي هذا لان صفات انه نتاكد البلاسنتا سبريشن اور نوت. اوكي زين. اوكي هسه لحد الان مانجمنت مال الثلاث ستيجات عرفناها، وعرفنا الثلاث ستيجات اوكي زين، قبلها اخذنا الكرايتيريا مال الليبر والاليمنت تمام، واخذنا بعض المصطلحات هنا. هاي يعني برزنتيشن ثاني او معلومات ثانيه، نفس المعلومات هي، ايش قلنا احنا؟ قلنا انه الديفينيشن مال الليبر شنو؟
لأنه كان contraction يمكن اي إنه contraction regular contraction تمام إيه زين ويصير spontaneous rupture membrane هاي عرفناها زين احنا قبل شوي حكينا 3 باور 3 بي شنو يعني باور وباسنجر و باور وباسنجر وباسج اوكي زين احنا عرفنا الباور هي ايش قد الباور احنا قلنا الديوريشن هو 45 الى 60 او 60 الى 90 تمام ايش قد ايش قد الكونتراكشنات لازم 3 الى 5 الى 10 دقائق عارفه تمام زين اذا كان abnormal labor is infrequent contraction يعني من 1 الى 2 بالعشر دقائق عافيه فماكو contraction هذا خلصنا من الباور زين عرفنا الباسنجر شنو اكو خلل بالفيتر سايز واللاي برزنتيشن تمام يصير بورو بروجرس اذا صار بورو بروجرس وين نحوله زين خلصنا من الباسنجر الثالث هو الباسج زين الباسج هو منو بيلفيك تمام هذا نفس شنو نفسه نفسه هذا نفسه نور ايش قلتي زين الباسج يعني نفس ما اخذنا ايش قلنا بالباسج شو يصير بيه قلنا على البلفك حشينا اي البلفك هو البيث كانال السيرفيس يعني كل البيث كانال سيرفيس وبلفك فلور وماسكولار يصير سمول بلفك فبالتالي اذا صار سمول بلفك شنو معناه معناه سيفالو بلفك ديس ابروبريشن معناه الطفل كبير والبلفك صغير يحشر تمام اوكي هذا السي بي دي هذا اب نورمال تمام فبالتالي ينطينا abnormal شنو labor تمام بس لحظه واحده واجي اوكي
شباب موجودين؟ ايوه موجودين. تمام. هسه وصلنا للاستفاله بيطلقنا انه ده يصير اب نورمال، يعني الطفل صغير ما يطلع. تمام. يقول لك اكو مرات باليوتراس وبالسيرفس اكو فايبرويد، فش يصير؟ يصير سيرفايكال ديستوشيا. زين، والسيرفايكال ديستوشيا هو فيل دايليتد، يعني ما يتوسع، الفيرست ستيج ما يصير. تمام. فبالتالي هنا شلون نكتشفه؟ نكتشفها عن طريق الكون بايوبسي بس. تمام. شنو؟ كون بايوبسي. كون معناها العمله، شايفين العملات الدائريه؟ كوين. اي الكوين، الكون هيك صايره. فاحنا نجيب سكينه مالتنا نقص هيك دائره وناخذ بايوبسي. تمام. اوكي. اذا طلعت اكو سيرفايكال ديستوشن نحول سيزيريان. احنا قلنا باي ستيج يصير اب نورمال قبل سيزيريان. تمام. الفيرست ستيج والسكند ستيج. تمام. ذني اخذناها. زين. احنا عندنا بس ملاحظه بعد. السكند ستيج ايش بي؟ بي باسيف وبي اكتف. ما قلتها السكند ستيج. شنو الباسيف؟ الباسيف شنو؟ انه بدون ما تدفع الام ماكو بوش، طلع الطفل. تمام. واكو اكتف. الاكتف هي من نقول الام بوش دفعي. هذا الفرق. تمام. بعد هنا ما عندنا شيء. هسه خلص النورمال ليبر. اوكي. خلص شنو؟ النورمال ليبر. ناخذ الابنورمال لو تستراحون. لا لا خلينا نكملها حتى هي نروح ننام وراها. لا خلينا نكمل، خلينا نكمل يلا بعدين نروح ننام. تمام. هسه بالنسبة لهذا الموضوع اللي دقيقة بس اجيب مية واجي. اوكي. بس السي بي دي كانت اختصار لشنو؟ ثانية. السي بي دي مو هو قال انه اكو سمول بليفيك اوتليت وان الطفل ما راح يعبر وراح يسوي لنا السي بي دي سيبالك مدري شنو سيجو برزنتيشن ها؟ سيفالو بيلفيك ديس ابروبريشن معناه انه معناه البيلفيك ما يتناسب ويا ال شو اسمه حجم الطفل. حجم الطفل. زين بس لحظه محمد انت دول نبلش قول لهم اي يلا يلا ها هي اقول لك هذول داخلات بالمال سبج اي طبعا ذني هسه ذني اللي حكيناه خمس محاضرات ترى اذا كملنا هاي خمس محاضرات طايره عافت ايدك زين هسه نطب على الاب نورمال ليبر احنا اخذنا قبل شويه مقدمه قلنا انه اي بس النورمال ليبر قلنا هو كونتراكشن يسوي لنا سيرفايكال دايليتيشن وافيسمنت. تمام. وحكينا بالستيجات. الستيج الاول دايليتيشن، الستيج الثاني او الكونتراكشن والديليفري، الستيج الثالث ديليفري اوف بلاسنتا. اي خلل بدني الستيجات قبل تتحول شنو؟ اب نورمال. زين تروح اب نورمال ليبر يصير. تمام. زين الاب نورمال ليبر يسموه ليبر ديستوشيا. Any abnormal progress for cervical dilatation or fetal descent يعني شنو قصده؟ قصده stage 1 stage 2. اوكي. زين. اي خلل هنا راح يستدعي انه شنو؟ leading induction for cesarean delivery in United States. باليونايتد ستيت الليبر ديستوشن يخلون السيزيرين اخر شيء. اوكي. تمام.
باليونايتد ستيت. ليش؟ لان عندهم انتينيتال كلش قوي، يعني هي من انتينيتال يعالجوها وعندهم هواي انترفينشن، فاحنا هنا ما موجود عندنا فقبل سيزيريا. اوكي. هسه الليبر ديستورشن، احنا بالبدايه ايش قسمنا؟ قسمنا 3 بي تمام، اي باس وباسنجر وباور. عافيه. فاحنا كل وحده نشوف الخلل وين ونعالجه، يعني اذا كانت باور نعالج الباور، شوف شنو اسبابه، اذا كان بلفيس نعالجه. زين هسه بالبدايه شنو هو الباور؟ قلنا هو الباور عباره عن سترينث يوتراين كونتراكشن اور ماتيرنال بوش ايفورت، يعني الام قلنا الباور هو دفع، تعبت من الدفع تمام. تعبت من الدفع. زين شلون احنا نقيس الكونتراكشن؟ يعني شلون نعرف انه هل الكونتراكشن مالتها زين لو تعبانه تمام؟ بالبيتيشن نجي نقيسه احنا، نشوف يعني بايدنا اكسترنال اللي هو ونحسب يعني انكو يحتاج الى الضغط وهيجي. اي طبعا اكسترنال تمام. اكو جهاز يسمونه توكو داينوميتري اكسترنال، هذا مثل الجيج نخليه ونقيس نقيس الكونتراكشن ونقيس الديوريشن. هاي انا مود نقول انه هاي نورمال او نورمال. واكو طريقه ثانيه يسموها انترايوتراين بريشر كاثيتر تمام، هم يقيس فريكوينسي وديوريشن. زين اوبتيمال النورمال احنا ايش قلنا؟ قلنا 3 تقلصات الى 5 بالعشر دقائق. اوكي. وال الوقت من 45 ثانيه الى 60 ثانيه. اوكي زين. مور از نوت اولويز بيتر بتوين كونتراكشن الله تو ريسيف، يعني هنا مرات انه يعني يصير الفيتال هارت ريت اب نورمال مع الطفل. اوكي زين. هسه ذني اذا صار خلل باي وحده نسميه شنو؟ باور ديستورشن. زين بس عيدوا مع السريع هيك بسرعه، يعني احنا قلنا ما عندنا شيء، هو بس يصير اقل 3 تقلصات هاي اب نورمال، اقل 45 ثانيه هاي اب نورمال، ما عندنا اي مشكله. بس انا مشكله بالاحمر بس، يعني اوكي على مود انه ندقنس انه هذا اسس، يعني اسس شنو؟ نقيس شنو هن تمام. وضلنا الطرق مع يا اما بالبيتيشن يا اما اكسترنال توكو داينامتري تمام. الباسنجر حكينا عليهم، يعني طفل يكون وزنه كبير متى يطلع، يكون يكون اللاي مالته يكون ترانسفيرس مثلا. اوكي برزنتيشن مالته، فذن احنا ماخذين عنها مقدمه. اي اوكي ماخذين عنها مقدمه. زين يعني عكس هذاك، عكس ذاك بالضبط. انه هسه هذا هنا هذا يسموه فرانك بريج تمام، يعني هسه هذا شنو ايش يستدعي؟ اب نورمال ليبر. اوكي هذا كومبليت وهذا انكومبليت تمام. زين وقلنا انه الفيتال بوزيشن هم اب نورمال تمام. زين شنو الفيتال بوزيشن؟ الفيتال بوزيشن مرات هو اوكسيبت انتيرير هذا نورمال، اوكسيبت بوستيرير هذا اب نورمال. ريسك شنو؟ شوفوا ايش قايل، قايل انه ريسك اوف لونجر ليبر ديس اوردر اند فيتال ديستنت، يعني الطفل ما ينزل ويصير لونج برولونج ليبر، فهذا اب نورمال. زين اوكي، يعني ذا تقريبا احنا ماخذين قلنا باور عرفنا شنو الباسنجر والشنو اللي وراها الباسج، اي خلل بدني كبر اب نورمال. ممكن اكو فيتال انوميلي، يعني هاي يعني في الملاحظه دائما الطفل فيتال انوميلي مثلا هاي دروبس انكفالي راس صغير هاي دروبس تمام. هذا شنو؟ هذا يعني ما يطلع نورمال. ليش مثلا هاي دروبس صغير او الانكفالي راس صغير ما يطلع مو اب نورمال؟ هم راح يحشر عندنا، انتم مو على بالكم انه راس صغير يطلع بسرعه؟ لا تمام، ما يلزم اصلا ويحصل الجسم مالته. اوكي راح يصير الثقل مالته على يصير الثقل مالته على الشولدر، فيصير شولدر ديستوشيا ابو الانكفالي. ليش؟ لان ما عنده راس، راسه صغير تمام. زين هسه هنا واضح كاسباب أي. يعني ذن المكررات حكيناها. اي زين الباسج هم قلنا سيفالو بيلفيك ديس ابروبريشن هم حكينا عليها.
تمام زين كنا يمكن حكينا ريحن زين يقول لك اكو فد سبب او ريسك يسوين ليبر ديستورشن بالاضافه الى الاسباب اللي حكينا عنها هو الكوريو امينايتس. من يصير الطفل كوريو امينايتس الام قبل شنو نحول نفس الكيس اللي اخذنا نفس الكيس تمام زين هسه دايجنوزس اند مانجمنت. هسه احنا اخذنا مقدمه اوكي اخذنا مقدمه زين يقول لك الدايجنوزس هو حسب الكاتيجوري كاتيجوري هو قصده الثري باور اللي حكيناها اوكي الثري بي العفو اللي هن دائما باور وباسنجر باسج اوكي نطب هسه نطب بكل وحده كل ستيج ونسوي المانجمنت مالتها بس وين بالاب نورمال بس سيزيريان لا هسه ما نعرف شنو سيزيريان او لا بس هذا راح نعرف هسه كل ستيج شنو المانجمنت مالتها تمام كل مانجمنت شنو ال يعني المانجمنت مالتها دقنزها دقنزناها اب نورمال شنو نسوي لها نسوي لها هيك زين النورمال شو سوينا بس كان observation للدايليتيشن بس يعني ما أفت شيء زين الفيرست ستيج شبيها تكون 20 ساعة بالنول بارس و 14 ساعة بالمالكي بارس تمام زين هاي الفيرست ستيج ليبر إذا صار أكثر من 20 إذا صار أكثر من 14 هذا يسموه abnormal زين أوكي often diagnosis in patient who really to false labor يعني اذا ما تطبق ذني هاي شو نسميها false يعني غلط لو تشتب لو شنو اي يعني ظلت بالليتنت احنا ايش قلنا first stage بيها وش بيها كانت latent to active اذا ظلت بالليتنت اكثر من 20 ساعه ما طبقت active فهاي شنو false يعني ما حصل full dilatation اي يعني ظلت 3 الى 4 سنتين ما ضبط العشرة واضح زين تمام اوكي هنا انا هسه البيشنت وين وقفت بالليتنت ايه هنا البيشنت وقفت بالليتنت ما ضبط بالاكتف شنو المانجمنت مالتها المانجمنت مالتها هم اوبزرفيشن ننطيها اي في سيديشن تمام أنا مو شنو أنا مو ستوب كونتراكشن يعني عندنا حالتين إنه هي جتي أكثر من 20 ساعة صارت تطلق وظلت بالأكتيف ستيج تمام هنا أنا قبل شيء يجيب بالي فولس ليبر قصدك ظلت بالليتنت ها ديت بالليتنت ظلت ما طبت أكتيف إيه فأني يعني هي بعدها بالفيرست ستيج وبالليتنت حتى ما طابه أكتيف شنو أسوي لها المانجمنت مالتي عندي يقول لك observation and شنو or يعني يقول لك يا أما نخليها على المتابعة ونشوف إيش وقت ما الله يسهل الطب الأكتيف خلي الطب هاي واحدة الشغلة الثانية يقول لك يا بخلنا نعطيها IV sedation يعني نعطيها IV sedation على مود نوقف الكونتراكشن هذا الاحتمال الأول يعني الأوبشن الأول خيار أول نقول لها يا ب هي تعبت هنوقف هي أصلا false يعني نقول لها شلون أطلق شذابي تمام شو نسوي نعطيها سيديشن السيديشن راح يسوي ريلاكس خلاص نوقف الليبر مالتها ليش يعني هي ابنور يعني شو اسمه فولس واكو شيء يقولون انه نساعدها بالبروجرس اكتف يعني نساعدها الطب وين بالاكتف اي نساعدها الطب بالاكتف واضح نساعدها الطب بالاكتف هاي لحد الآن خلصنا المنجمنت مال الليتنت يا أما نريحها نعطيها سيديشن يا أما نساعدها تطب أو أسويها أكتف تمام زين زين شلون أسويها أكتف محمد؟ الليتنت أند كونسيدر ليبر أوجمنتيشنز يعني خلص إنه نعطيها الكونتراكشنات على مود تدفع يعني مثلا أوسيتوسين إرجومتري تمام؟ زين او يعني احنا نساعدها مانوالي بايدينا اوكي زين بروتكتد اكتف فيس انه شنو
السيرفايكال دايليتيشن شنو يكون اقل 1 سنتيم هذا النوع البارس اقل السنتيم ونص فور مالتي بار يعني اكو توسع فش نسوي اهم اوبزرفيشن زين اوكي صار عندنا خلينا نشوف هسه الاوجمنتيشن اللي حكينا عليه شنو يعني احنا قلنا ذني المانجمنت هسه مال الاكتيف فيس والليتنت اثنين هن اوبزرفيشن اوكي تمام واثنين هن اوجمنتيشن شنو الاوجمنتيشن ايش تشمل الاوجمنتيشن كونتراكشن سفيشنت تو برودوس اديكويت سيرفايكال دايليتيشن يعني انه نسوي توسع واي اوكي زين شلون يعني هسه ذني خطوات الاوجمنتيشن يعني التداخل مالنا من توقف المريضة بالفيرست ستيج احنا قلنا اكتيف وليتنت اثنيناتهم قلنا اول خطوة اوبزرفيشن شنو الخيار الثاني شنو الخيار الثاني اوجمنتيشن شنو اوجمنتيشن اول شيء استيميوتينج يوتراين كونتراكشن بيمن نسوي له استيميوتينج بيمن شنو اللي يقلص اليوتراين قلنا اوكسيتوسين اوكسيتوسين تمام اوكي هسه انطيناها اوكسيتوسين اوكي هاي الخطوة الأولى بالأوجمنتيشن هاي إذا المريضة اختارت شنو؟ اختارت الأوجمنتيشن يعني نقول للمريضة نقولها يا أبا تردين أوبزرفيشن البقيت شيج وشوكت ما تجيبين جيبين لو نطبقش أوجمنتيشن نسوي تداخل شنو خطوة في الأوجمنتيشن؟ قلنا أعطي أوكسيتوسين روحة بأسوي تدايتيشن هاي أول خطوة زين usually when الخطوة الثانية usually when spontaneous contraction أقل ثلاث ساعات intensity وأقل الخمسة وعشرين يعني أيضا إذا ال spontaneous كان